على صعيد الحياة الشخصية ثلاث كلمات بيلخصوا الدكتور محمد زهير رجب. واحد يعني من هالناس اللي عنده طموح وعنده حلم لسه ما وصله وعم يسعى عليه يوصله، يسعى للاستقرار، يسعى لحياة هادئة ولحلم إنه هو يقدر يحققه أو يوصل رسالته لأكبر عدد ممكن من الناس. واحد ما بيحب يمر بالحياة مرور الكرام. هل ممكن أحيانا تتعرضوا أنك تشتغل نص كرمال الأجر المادي فقط؟ صارت كتير. يعني شوفي، يعني مرينا مثلا نحن كدراميين سوريين مرينا بمرحلة، يمكن حكيت من فترة أني نحن مرينا بمرحلة تحولنا لمتعيشين بسبب الظرف العام والحرب والأوضاع الاقتصادي و و و و مرت مراحل تعرضنا فيها لناس متعايشين بدنا نشتغل لنعيش، يعني لأنه ما كان في خيارات كتير وما كان في ظروف مساعدة إطلاقا، وكان لابد من انك انت اولا تستمري بالعمل لحتى تعيشي، لحتى تاكلي وتشربي يعني وتعيشي اولادك، وكمان لحتى ما يصيبك الصدأ من جوا لازم تشتغلي لحتى هواجسك ما تتصدى، يعني يصير عندك صدأ بهواجسك باحلامك برؤيتك بتفكيرك بأدواتك الفنية بيصير صدأ. فكان لازم نضل عم نشتغل، لازم نضل نستمر. نعم هناك في أعمال رغم أني ما كنت رضيان عنها كتير كنص أو كظرف عام أو كظرف محيط بالعمل، ولكن قدمت محاول أني أنا أعمل شيء. لو رجع فيك الزمن بتختار الفن كمهنة؟ لكي رغم كل الضغوط ورغم كل الصعاب هي مهنة ممتعة، معني هي مهنة ما لا أمان إطلاقا، ما لا أمان. مهنتنا هي المهنة الوحيدة اللي بيشتغل فيها ما نو مؤمن، لا مؤمن على مستقبله ولا مؤمن على حياته. يعني هلأ أي فنان بيقعد بالبيت بلا شغل سنة أو سنتين أو ثلاثة بيموت من الجوع. ليش؟ لأنه ما هي المهنة ما لها أمان. هلأ اعتبري أي نجم من النجوم لا سمح الله ينصاب بمرض معين أو 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 قاعد ببيته بدون شغل بطل يشتغل، بالك حدا بيسأل عنه، بالك حدا بيقول له تعال لنساعدك أو نعمل لك حياتك أو حتى تعيش حياة كريمة ما تنزل أو ما تعتاز حدا أو ما تضطر تطلب من حدا. أبدا، هاي المهنة ما لها أمان. لهيك دائما اللي بيشتغل بهي المهنة إن كان ممثل أو مخرج أو فني أو كاتب أو دائما يشعر بالقلق، قلق الاستمرار، قلق المستقبل، مستقبل المعيشة على الأقل، لأنه ما في أمان. شو الإنجاز اللي بتفتخر فيه؟ على الصعيد الشخصي أولادي، يعني أنا بعتبر الله يسلمك، يعني أنا بعتبر أولادي زهير وحسام هن الإنجاز الأكبر والأسمى والأجمل بحياتي، عرفتي شلون؟ ويمكن على مستوى المهني يمكن محبة الناس هي الإنجاز الأهم على المستوى المهني، والتوفيق اللي الله سبحانه وتعالى دائما بيعطيني اياه باعمالي هذا انجاز كبير. اني انا دائما بحس اني يمكن دعاء الوالدين والتوفيق من رب العالمين بيعطيني دائما توفيق باعمالي. شو الصفه اللي بتحب تتخلص منه؟ الصفه اللي بحب اتخلص منها اني انا انطوائي،
ما كتير عندي اختلاطات، بهرب، ألوز دائما بالهرب، يعني أستنجد بالهرب، يعني دائما أنا ما بحب المشاكل، ما بحب العي، ما بحب، بهرب، يعني بهرب بتخبى، ما بحب واجه، يعني أي حدا بيسألني ما بحب واجهه، أكتفي بالصمت، أكتفي بالصمت والهرب، خلي هو يعاقب نفسه بعدين، وخلي هو يحاسب نفسه بعدين. فيمكن هي، يمكن هي البعض بيسميها، بيقول لي هي نقطة ضعف عندك أو نقطة سلبية عندك، إن أنت ما بتحب تواجه وما بتحب تصطدم بحدا، يمكن نقطة ضعف، ويمكن هي، يمكن هي بحث عن، هي بحث عن سلام، السلام الداخلي أفضل، يعني أنا هيك بحس أني أفضل لي، السلام الداخلي أفضل لي، يمكن هي نقطة ضعف، هيك بيقولوا لي ما بعرف. الدكتور محمد زهير رجب، شكرا لوقتك معنا، نورتنا، وكل التوفيق بالقادم يا رب. الله يسلمك، شكرا سيدرا، وشكرا للفوشيا.